الإمام صلوات الله عليه يقول: إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال، فعظم لله حقه في أن تبذل نعماءه في معاصيه، لا تصرف نعم الله في معصية الله. الله أعطى للإنسان عين، هذه نعمة، شكر هذه النعمة أن الإنسان يصرف العين في مرضاة الله، في قراءة القرآن، قراءة الأدعية، النظر إلى الكعبة، النظر إلى الوالدين، لا أن يصرف هذه النعمة في معصية الله. الله أعطى للإنسان قوى وطاقات، لا يصرف هذه القوى في معصية الله، وأن تغتر بحلمه عنك.